بتشوف ده بتتعامل معاه ده ازاي؟ الكوتشينة والفنجان والودع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني مع عظيم تقديري لكل الإخوة الحاضرين سواء اتفقنا أو اختلفنا يعني في هذا الموضوع. أنا رأيي أولا أنه كل ما يتعلق بقراءة الكف والفناجين وإلى آخره هو نوع من الدجل والشعوذة وبيع الوهم لمن يصدق ذلك. القضية هنا متعلقة بموضوع خطير جدا وهو موضوع علم الغيب. مش بنتكلم عن كوتشينة وعن ودع وعن هذا الموضوع متعلق بما يسمى في العقيدة علم الغيب. شرط إيماننا من أركان الإيمان أو من شروط الإيمان أن نؤمن بالغيب. الغيب المتمثل في إيه؟ المتمثل في المولى سبحانه وتعالى هو بالنسبة لنا غيب ما شفناهوش يعني سمعيات. القضاء والقدر، أن نؤمن بالملائكة، أن نؤمن باليوم الآخر وما فيه من جنة ونار وصراط وما إلى آخره. لا يكتمل إيماننا إلا إذا آمنا بالغيب، ده رقم واحد. رقم اثنين، هل لأي بشر، لأي شخص غير المولى سبحانه وتعالى وهو ليس شخص طبعا يعني، هل قدر الله عز وجل لأي شخص أن يعلم الغيب؟ الإجابة لا. أنا سمعت بونس محمد في التقرير بيقولوا أنت هيجي لك قلب وهتطلق ويقولوا أنت هتطلق وأنت مظبوط يقول اللي هو عايزه، ده حقه يقول اللي هو عايزه، لكن أنا بقول ليس هناك بشر على ظهر الأرض يستطيع أن يعلم الغيب، يستطيع أن يعلم ماذا سيحدث غدا. واللي أفضل مني ومن أي حد في الدنيا ومن أي شخص في الدنيا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا جماعة أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي إلا ما قدر الله عز وجل، ولو أنا كنت عارف الغيب كنت استكثرت من الخير، كنت عرفت الشر فين بعدت عنه والخير فين جريت له مثلا يعني. صحيح. الجن يا سيدي، الجن اللي هو معروف بأنه له قدرات خارقة وإلى آخره، لم يعلم بموت سيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان عليه السلام القرآن صحيح. يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر أي سقط من على الكرسي اللي كان قاعد عليه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن نفسه لا يعلم الغيب، ومعروف أن الجن صاحب قدرات خارقة أقوى من الإنسان في بعض الأمور. الحاجة الثالثة، الآيات القرآنية التي تحدثت عن الغيب قطعت هذا الأمر بأدلة قاطعة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. دي مسألة قطعية، لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا المولى سبحانه وتعالى. فلو جالي أي إنسان يقول لي والله أنت هتموت السنة الجاية، ده أنت هتتجوز اثنين، ده أنت، هذا كلام بالمناسبة يتقال لأي حد وممكن يصادف أنه يحصل لأي حد، أي حد معرض أنه يتجوز اثنين، وأي واحدة معرضة أنها تطلق، وأي بنت متجوزتش معرضة أنها تتجوز بعد كده. وأنا لفت نظري في بعض في كلام الأخوات أن هي بتعطي تقول لك أنا بطمن الناس، يعني أنا بتجيلي بنت تقول لي أنا ما متجوزتش فأقول لها تتجوزي، لكن وكأن كل القدر يعني في مجمل أو في ناحية الخير ما فيش شر بيجي عشان يقولوا لهم ده أنت هتحصل لك مصيبة مثلا يعني. إذن المسألة قطعية، أن مسألة الغيب هي مسألة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أي شخص يدعي أي ادعاء يدخلوا في موضوع انه يعلم الغيب، عارف ايه بكره هيحصل او بعد بكره، طب انت بتعرف، طب ما تقرا الفنجان لنفسك يعني، ما انت بيحصل لك مصايب زينا بالظبط، ما كنت بقى تبعد عن المصايب وتروح في الـ في الـ آه في شوفها وتتفاداها بقى يعني. ما تقول لي انت هتموت امتى، طالما انت عارف الغيب كده بص في الفنجان وقول لي انت هتموت امتى، يوم ايه بالظبط والساعه كام قول لي يعني. ما تقول لي انت ولادك هيخشوا كليه ايه مثلا يعني، ولو انت عارف مبدئيا انها مش هتجيب مجموع ما تديها درس عشان تجيب مجموع، مش هتخش كليه الطب ما تديها درس عشان تخش طب. طيب مهندس محمد يعني، لان انا استمعت اليك في التقرير بقى انت شاطح، انت هتتجوز اثنين وهتطلق مش فاهم ايه وانت هيجي لك القلب، اقسم بالله العلي العظيم اهدى اللي انا اهدى بقوله صح. طيب اهدى الموضوع. ليه بتجزم انك تملك الصح طب كده؟ طب اديني فرصه اقول، انا لسه بقول لك اهو، اديني فرصه يعني قول لي وجهه نظرك. اولا الخلط بين الفنجان والكوتشينه والكف خلط خاطئ، محدش خلط، انت كف، هما ما اتكلموش عن مش في باكج واحده،
مش في سلة واحدة. انا بسألك دلوقتي عن الكاف. طيب الفنجال انا اقوله لك في كلمة واحدة انه كلام فاضي، الا حاجة واحدة بس استثناء. اولا انا لو قاعد وشربت 5 فناجيل قهوة يطلع نفس الخطوط، استحالة، يبقى كلام فاضي. الكوتشينة، التفنيطة، لو انا عملتها البيت 3 مرات عمرها ما تطلع الورق زي بعضه. انما هذا خلق الله اللي هو الكاف. الكاف انا لا جبت فنجال ولا جبت ورق كوتشينة، اديني فرصتي عشان اثبت ان هذا علم. طب ما انا مدي لك فرصتك واتفضل. الله حكيم ولا مش حكيم؟ طبعا حكيم. الحكيم يعمل حاجة عبث؟ خلينا ادخلني بس في الموضوع. لا معلش، اصلا واخدها من ناحية ايمانية صرفة. انا راجل مهندس بترول ولا اتقاضى في 40 سنة مليم. بقى بتشتغل الكاف برضه الوجه؟ اقسم بالله. جمعية خيرية؟ هات لي واحد حتى على التليفون او في الحياة يقول ختم انه مليم، اقسم بالله لا. طيب خلينا الجانب ده نناقشه بعدين. اقول لحضرتك قول لي بقى ده علم ولا ده جاله استعوذة وبيع للاوهام؟ علم بس فيه موهبة. ايه الموهبة؟ اقول لحضرتك، انت لو خريج اداب وجبت لك كتاب في الطب هتقرا ورقتين وتسيبه، مظبوط ولا لا؟ لو انت علمي وجبت لك روايه هتقرا ورقتين وتسيبه. انما لو انت علمي وانا جبت لك حاجه في العلم وانت بتاكل بتخلص. ادخل لي في الموضوع بس على طول. انا عايز اقول لك ازاي الناحيه الايمانيه الصرفه خلتني اهتم بهذا الكلام. حكيم وما يعملش حاجه عبث، يخلي مخلوقات ربنا من لدن سيدنا ما آدم. ما تدخل بس حتى في قيام الساعة لغاية دلوقتي ما قلتليش. ما هقول لحضرتك اهو، اديني ازاي اثبت لك ان ده علم. طيب اديني فرصتي. انت دلوقتي المقدمات طولت عندك قوي. لا ما طولتش. طيب ادخل في صميم الموضوع. لازم تطول معايا اكتر من الباقيين. يعني تكون انتهت الحلقة. لا اتفضل. دلوقتي الخطوط دي خدوا بصمة أي واحد مولود هتلاقيها تيبيكال زي المراية، الخطوط تيجي بعد سن الحلم إن كان أشول تتغير خطوط الشمال وتفضل البصمة اليمين زي ما هي، وإن كان بيستخدم اليمين تتغير اليمين وتفضل البصمة بتاع الشمال زي ما هي. عبث ولا بحكمة؟ أنا بقول أهو تجربة أعملوها. أنا بكلمك، أنت بتعرف الغيب إزاي من ده؟ هقول لحضرتك حاجة. أولا الخلط في كلمة الغيب، لو ربنا قال غيب من غير ألف لام التعريف كنا نقول إنها النكرة معروفة. إحنا معنا أستاذ لغة عربية. النكرة غير التعريف. يعني النكرة تعمل إيه يا أستاذنا؟ النكرة بتفتح المجال أكتر. يعني تشمل كل شيء. يعني هي لو كانت نكرة يبقى بالتالي ما فيش حد يعرف ولا حضرتك. طب لو كانت نكره يعني بس عشان الناس المشاهد يفهم. بس المشاهد طب انا هجيب لك ايه فيها نكره. انت قل لا يعلم غيب السماوات والارض. غيب السماوات مش انت اهل غيب؟ اهل غيب هي من غير الف ولام. طب ممكن اكمل كلام؟ هي من غير الف ولام. وفي ايه ثانيه قل لا يعلم الغيب الا الله. انا بحلف انك هتتفق معايا. انا بس برد على حته نكره. خلينا بس لان انت قلت لو نكره فانت دلوقتي بتدعي انك تعلم الغيب. انا لا ادعي. من خلال انا بعرف الغيب النسبي مش الغيب المطلق. الخلط الفظيع في الناس اني بتحفظ نسبي ومطلق. الغيب المطلق لا يعلمه الله. طب انت قلت للراجل في التاريخ دلوقتي انت هيجي لك القلب. اقسم بالله هيجي له قلب. هل ده اقسم بالله؟ لا طبعا. اقسم بالله حضرتك وانا لا احنس في القسم يا استاذ وائل. تقسم فيما تملك يا استاذ وائل. الغيب غيبان، غيب مطلق لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، وغيب نسبي يعلمه البعض ويجهله البعض. دليله ايه يا وجاية ده دليله ايه بس؟ والراسخون في العلم. طيب ما بسالك الغيب النسبي ده جبته دليله ايه بس؟ قول لي موجود فين ده؟ ربنا كاتبه. الراسخون في العلم ديت هل لها علاقه بالغيب يا استاذ وائل؟ بس انت بتجيب كلمات القرآن ملهاش علاقه بالموضوع. معلش انا بجاوب بس بقول لحضرتك. لما تيجي الارصاد الجويه اللي بيعرف اللي بيقول لك الغيب ده يعني اللي بعد شويه يعتبر بالنسبه له غيب، مظبوط. طب الارصاد الجويه ما بتقول المطر هينزل بعد 10 ايام وبينزل؟ لا 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 هو عارف غيب. لا 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 ده علم وظائف. هو ده علم زي العلم ده. حركه سحب و طيب ما انا عارف. انا ظواهر طبيعيه. انا مهندس في المسائل. لا ده انا بقول لحضرتك. طب يا جماعه بس لو سمحت استاذ وائل، هو انا مهندس. هذا خطر الكف في ماديه الكف. انت بتعرف الغيب من الكف ازاي؟ طيب هاخد بس عايز تقول ايه يا شيخ مصطفى بسرعه. الامور المترتبه على قواعد علميه
ليست داخلة في أمور الغيب، في شؤون الغيب. بمعنى إيه؟ أنا البيت ده حمولته 10 أدوار، لقيت صاحبه بيبني 15، قلت البيت ده هيقع. خلاص لقينا فيه ده معروف، لأنه هو حمولته 15، عربية حمولتها 2 طن، في قواعد بحملها 5 طن، في واحد وقف قال يا جماعة العربية دي هتعطل دلوقتي. طبعا عطلت. طيب قول لي، قول لي مسائل علمية يا أستاذ وائل. إنما الكف كده في الحديث، إيه علاقته بالضبط؟ أنت ما تعرفش في غيب النسبي، معرفة الغيب في الغيب النسبي والمطلق لا يعلمه إلا الله. لا يا سيدي، لا أنا بقول لك أهو، أقول لك أنا. أنت قلت الراسخون في العلم تلتمسوا الخمس آيات بتاعت الغيب، واحد وأربعة وخمسة غيب مطلق، واثنين وثلاثة غيب نسبي. النهاردة في الدول المتقدمة بيعرف ينزل الغيث، ينزل مطر، مظبوط ولا لا؟ والسونار بيعرف الحاجة اللي في ال... طيب خلينا بس يا جماعة عشان ننظم الحوار، لو سمحت يا باشمهندس، لو سمح خلينا في القضية الوقت. طيب انت بتمسك، خلينا بس بتمسك كف فلان وتقول له زي ما شفنا كده انت هيجي لك القلب، عرفت ده ازاي؟ خلينا بس اقول لحضرتك وبايجاز شديد، ما بتبعديش عن القضيه. طيب ما تقعديش حضرتك لو سمحت. طيب بايجاز انا هقول لحضرتك ازاي. انا بقارن بين اليد المنفذه للرجل الايمن هتتنفذ اليمين، الرجل الاشول هتتنفذ الشمال، فاشوف القدريه من التنفيذيه واقارن بين الاثنين، اعرف هو جاب ايه ما كانش مكتوب او راح منه ايه كان مكتوب. واخد بالك؟ الناس بتخلط، بيقول لك اللي في اللوح المحفوظ ما بيتغيرش، ده كلام فاضي، لان القران بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يعني ما غير نفسي اغير قدري. تاني السؤال، عرفت منين انه هيجي له القلب؟ اقول لحضرتك، خط القلب هنا في الكف دي خطوط طبعا معروفه، خط القلب في خطوط للقلب في الكبد، والتفكير والحياه في الكبد، والنصيب في الحياه والصحه والزواج والاطفال. اكثر المرض جاي له في الكبد، في الكلى، في لا المرض الوحيد في الكف القلب. يعني انت لا تستطيع ان لا تعلم، لا مش كل الامراض، لا يعني انت لو بصيت في كف اي حد تقدر تعرف هيجي له القلب ولا مش، واعرف نسبه كمان مرض القلب ايه. طب ما نلغي كليات الطب. لا يا سيدي ما قلتش كده، ما نلغيها، ما قلتش كده، انا راجل متعلم يا جماعه. بس انتوا معلش معلش، انتوا اعداء للعلم والعقل. انا لما انور نور اصفر لحد ياخد باله يا مهندس محمد، يا سيدي لا، ده انا اسمي نور، لا يمكن نور اسمه اسمي محمد نور الدين، محمد نور الدين اسمي لوحده، ابويا اسمه حسن. انت ظلامي. المهم سيبك من القصه دي، ظلامي. لا والله ولا ظلامي ولا حاجه. انا بص في الكف اعرف هيجي له قلب ولا لا. هو ربنا سؤال، يعني الاشعه وكل الاجهزه والمعدات دي. طب سؤال وتجاوبني عليه. يعني الواحد اسمه هو ليه خطوط البشر كلهم مختلفة؟ يا ما انت انت دلوقتي انا بكلمك في انك تعلم لماذا تعلم، ده قضيتي. طيب ما انا هنا، انت تعلم منين؟ اعلم ان الخطوط دي ليها دلالات بحولها لكلام، وانا لي 40 سنة بقول للناس حاجات تحصل وبتحصل. انا قلت لمراتي هتموتي قبليه وماتت، هو انا كنت اعرف؟ ما كده كل ما كانتش عيانه، في ناس كتير بتقول كده ما كانتش عيانه، اقسم بالله ما كانت عيانه. يعني لو ما قلتلهاش كده كانت عاشت؟ لا مثلا شوف بقى هذا التسفيه. لا مش تسفيه، يعني انت تسفه عقولنا، يعني انت ما احترامك في هو انا اللي اللي انت اللي بتقوله ده يا فندم، والشعوذه دي، واحنا وما صدقناش احنا في القران اللي بنقوله والفكر اللي بنقوله. اي عقل يقول ان انت قلت مرضك هتموتي فماتت، يبقى انت كده تعرف. طب قول لي دلاله ان بيموت كل يوم بني ادمين ويموت كل يوم ناس. ليه ربنا مخلي خطوطنا مختلفه كلنا يا سيدي؟ لمسائل قد لا تعلمها انت ولا اعلمها انا. ليه يعني يا سيدي؟ مسائل قد تكون طبيه، قد تكون متعلقه بحجم طبيه. ازاي يعني؟ قد ايه مهندس محمد؟ قبل بس ما اسمع هنا، انت كمان قلت له انت هتتجوز اثنين وهتطلق منين ده يا استاذ وائل؟ كلها خطوط. ده انت عندك مستقبله قدامك يعني. انا هقول لحضرتك، ده انت شايفه يا استاذ وائل. ده انت تنتزع وائل صلاحيات الله سبحانه وتعالى. لا يا سيدي الفاضل، بس بسيطه قوي. بعض الناس الجهلاء او الاميين البسطاء اللي بيصدقوا النوع ده من الكلام، لما تقول له انت هتطلق مراتك وتتجوز تاني بيبدا يتاثر ويظن ان هو في اول مشكله بتقابله يقول لك بس ده مكتوب، اسمعني بس، ده مكتوب عليا طلقها، يقوم مطلقها عشان ينفذ القدر اللي مكتوب عليه من وجهه نظره، ويروح يتجوز واحد تاني. لا يا استاذ اسمعني، هذا عبث ودجل وشعوذه ولا علاقه له لا بالدين ولا بالعلم. اسمح لي يا استاذ وائل، صح اسمح لي. كان